وتجربته مع اندرلخت موسم 2016 2017. حد هيجي يقول انتوا سبتوا كل مواسم فايلر اللي كان فيها بعض التراجع اللي احنا مقرين بيه وجبتوا موسم 2016 2017 عشان هو الانجح؟ عم المركز قصة انا معاك فيها اكيد ملحوظتك صح، بس عايزين نقول ليه احنا هنتناول الموسم ده، لان هو في وجهه نظرنا ده اللي احنا بنأمله مع النادي الاهلي. هناخد ايجابيات، احنا قلنا حتى اندرلخت هو الفريق المؤهل لتحقيق البطوله، والنادي الاهلي هو الفريق المؤهل لتحقيق البطوله. دي العوامل اللي احنا نقدر نبدا فيها، فريق جماهيريته عاليه بيلعب على البطوله، فهنروح في التجربه اللي احنا نشوف ايه الحاجات اللي نقدر ناخدها منها. نقدر نعرض الصوره واحنا بنتكلم عندنا عن طرق اللعب. اول حاجه طريقه اللعب، كان ريني فايلر على عكس ما اتقال هو بيلعب 4-2-3-1، دي الخطه الرئيسيه. خاض في الموسم ده 33% من المباريات. ده بيؤكد بقى ان الوضع مختلف، هي مش 4-2-3-1 الاساسيه عنده، لان 4-3-2-1 انت بتقولها 33% بالظبط. هنيجي بقى بعد كده لطريقه اللي اتقال ان هو بيلعب 4-3-3 الطريقه المفضله الثانيه، لا هو بيلعب 4-1-4-1 كان في الموسم ده بنسبه 20%، وعندنا بدقائق اللعب وكل حاجه موجوده في الاحصائيات دي. هنيجي الطريقه الثالثه ليه 4-3-3 كان بنسبه 13%. احنا هنتناول الايجابي في الموضوع والسلبي في حته طريقه اللعب. عنده مرونه تكتيكيه، عنده مرونه تكتيكيه جانب جيد، ولكن المرونه اكتر من لازم بتتحول لشيء سلبي، خاصه معانا واحنا لسه اللاعب المصري ما وصلش. حلو جدا يا احمد، ده اللي احنا كنا عايزين نوضحه للناس. احنا عندنا هنا فكره مرونه اللاعب داخل طرق اللعب ما بيتمتعش بيها بالشكل الكبير اللي هو ممكن يكون بيتمتع بيه اللاعب بره، فمحتاجين ريني فايلر يكون بيستغل المرونه دي الشيء الايجابي فيها. وهو طلع بتصريح يا احمد كنا بنتكلم عليه ان هو قال انا هحدد طريقه اللعب وفقا للاعبين في المؤتمر الصحفي، وعلى فكره دي خطوه مختلفه عن طريقه تفكيره فيما سبق، ودي هتكون مهمه جدا. حبينا كمان نتكلم على هو في اندرلخت في تجربه نتمنى محاكاتها، فكره 4-1-4-1، فكره الثلاثي اللي بيلعب فيها يوري تيليمانس البلجيكي حقق معاه افضل نتائج ممكنه، كان اللاعب خد افضل لاعب في الدوري البلجيكي، سجل 13 هدف في الدوري البلجيكي، عنده ستانيتشو الروماني، كان تحتهم اللاعب ادريان تريبل اللي حصل فيه كلام ان في مفاوضات يا احمد معاه النادي الاهلي اليومين اللي فاتوا، سمعنا ان في مفاوضات وان كان النادي الاهلي نفاها. كان عندك تعليق على الارقام الهجوميه؟ هو الحقيقه فعلا الارقام الهجوميه او قوته الهجوميه مع اندرلخت جيده جدا، لان بمعدل 1.96% المتوسط التسديدات على المرمى فارس في المباراه الواحده 16 تسديده، وهنا رقم كبير جدا خاصة بقى في فكرة الوصول للمرمى، وهي دي قدرات المدرب. أنا عارف إن النادي الأهلي بيفرق معاه جدا أو جماهير النادي الأهلي بيفرق معاه جدا، مش فكرة أنت بتوصل كام مرة للمرمى قد ما فكرة الفعالية، الفعالية لا، وكمان بتوصل بأي طريقة، لأن كان بعض الناس بتعترض على طريقة كارترون اللي كان بيستخدم الكرات العالية الطولية عشان يوفر سرعة. ودفاعيا كان موسم مقبول، بيستقبل أقل من هدف في المباراة، دقة التمرينات كانت 81%، الاستحواذ 52%. هنيجي نروح للنقطة اللي خلت موسم أندر اللخت الثاني ما كانش بنفس الجوده، فكره تدوير 40 لاعب في الفتره بتاعته في اندرلخت. نتمنى برضو مع النادي الاهلي اكيد هو هيشوف الروتيشن اللي محتاجه ايه، ولكن لازم نبقى عارفين ان برضو المرونه في التغييرات وتزبين التشكيل بيكون شيء مهم جدا. شخصيه المدرب حاجه تكون مهمه، وحبينا اعتقد في ملامح لشخصيه المدرب ظهرت كمان من خلال المؤتمر الصحفي. اكيد فلو انت حابب تتكلم عن موضوع المؤتمر الصحفي، اكد على ضروره الفوز وجاي فاهم يعني ايه النادي الاهلي، وانا ده يهمني جدا، وركز على فكرة أهدافه وان هو اتفرج على القديم، كل ده مهم. ولكن حابين نتكلم في حاجه اخيره، فكره المؤتمرات الصحفيه. يا جماعه المؤتمرات الصحفيه اللي بتنظم في مصر بشكل غير محترف بتؤدي لمشاكل. ريني فايلر نتمنى ان الموضوع يكون فيه ترتيب اكتر من كده، مش عشان مدرب النادي الاهلي ولكن عشان كل المدربين. يا احمد اتكلمنا في المؤتمرات الصحفيه، لازارتي لدرجه ان مانويل جوزيه كانت الاداره جت فتره ما بقتش هو اللي يحضر المؤتمرات الصحفيه، وكان حل جيد جدا ويقدر يحضر حد تاني المؤتمرات الصحفيه عشان تجنب المشاكل اللي بتنتج عنها. نتمنى المؤتمر الصحفي يكون فيه من الاحترافيه ما يسمح ان يكون التعامل مع المدير الفني اسهل وايسر بكتير، وتكون الاسئله يا جماعه في نطاق المباراه مش اسئله عن تاريخ المدير الفني وحاضره ومستقبله. دي كانت اخر فقره معانا، نطلع فاصل ونرجع تاني.